اليوم قمت بزيارة إلى كويتشي. كويتشي مع الناصر، الكابتن ناصر حيدر. وأنا الكابتن ناصر حيدر، الكابتن ناصر حيدر قام بافتتاح هذا المشروع، مشروع كويتشي. كويتشي الأحذية ما شاء الله يحتاج إقبال كبير لدى المواطنين، كلهم يتفرجوا على القزمات. مدري اشتروا ولا كيف شفتوا الجودة؟ كيف شفتوا الأسعار؟ لا ما شاء الله كابتن ناصر، ما شاء الله عليك استاهل كابتن. من اللعب ولا من المضاعف؟ ما شاء الله ما شاء الله. طبعا أنا الكابتن ناصر حق المكان هذا، هذه هي العاقل. اسمها ايش؟ الخياطة الرجالية. لا انت العاقل يا عمنا. اين العاقل؟ تعالوا هنا العاقل نشوفك. اهلا بالعاقل. هلا عمنا، هذا العاقل الخياطة اللي جنب الكويتشي. طبعا المكان بالضبط هذا هو نمشي شوية بس. هذا هو ايش اسمه هذا؟ ايوه هذا النادي الظرافي خلف الحبيشي مباشرة، خلف يعني اول ما تعدوا الفتحة شارع المطاعم، الفتحة اللي بعدها على طول دخول عند الكابتن ناصر نجم المنتخب الوطني للبلياردو والذي قام بافتتاح هذه البسطة، بسطة كويتشي. الجميع مدعو لمساندة الكابتن ناصر، يستحق الدعم والإشادة. يا تفضل. ناصر كيف حالك يا صديقي العزيز؟ حبيبي الله يسعدك. انا سعيد جدا اليوم من الله. الله وانا بكتر والله. من هو ناصر حيدر؟ ناصر حسين حيدر، لاعب المنتخب الوطني للبلياردو وحكم كره قدم درجه اولى معتمد، ولاعب سابق في الفئات السنيه في نادي وحده صنعاء، وشاب كادح يعني شاب كادح، واعمل كي استطيع اعول على نفسي وعلى اسرتي. وحقيقة طالب جامعي في سنة ثانية، عمل قيد من فترة معينة بسبب الوضع الصعب الحالي، والحمد لله الأمل بالله كبير إن شاء الله. البداية كانت قبل عام يعني قبل حوالي 9 و10 أشهر، صفحة بداية بسيطة جدا برأس مال بسيط جدا علشان يعني أستطيع أن أنا أعول على نفسي أستطيع أن أنا أشارك في مشاركات خارجية، في بطولات، في مشاركات خارجية، لأنه لا يخفي على الجميع الوضع، يعني الوضع في البلاد، الوضع الصعب، الوضع المعيشي، فجميع الشباب يعني بيحاولوا أنهم يخلقوا لهم مصدر رزق، مصدر يعني يعول لهم ولأسرتهم. أنا أتكلم عن أسئلة شخصية. لما أسوق الدراجة النارية أو الموتور، من مذيع لسواق موتور. بالضبط. ويجلسوا يتكلموا علي، أنت كيف تشوف نظرة الناس لك لما يقولوا من بطل يرجع يبيع له قزمات؟ بالضبط. أنا واجهت مثل هذه الأشياء بكثرة، ولكن مع الوقت تأقلمت. طبعًا أنا قبل ما أدخل في مجال التجارة في مجال الأحذية، عملت في الدراجة النارية، مندوب توصيل في شركة توصيل. بدأت بالدراجة الهوائية وبعدين دراجة نارية، وشيء بشيء حاولنا أن احنا نخلق لنا مصدر داخل يساعدنا. يعني حتى شاركت في مشاركات خارجية على حسابي، شاركت في قطر في بطولة العالم، ورجعت يعني ورجعت للعمل السابق. كانوا يشوفوني كانوا يقولوا جاي من قطر، يعني أجيابك ورجعت لنفس العمل ومندوب توصيل ومترات وما إلى ذلك يعني. ولكن الحمد لله هذا هو وضعنا، ولازم الشخص يكون يكدح على نفسه. رأس مالك إيش هو يا أستاذ الفاضل؟ أحكي كلمني عن رأس مالك، كم بلغت؟ رأس مالي هذا اللي تشوفه، البسطة المربع، هذا هو البسطة اللي بنيت فيه طموحاتي فعلا يعني. وبالنسبة للبضاعة أغلبتها بضاعة آجلة، وجمعيات، دخل جمعيات علشان أنا أصلح البسطة، وحاليا أنا أسدد شهريا التزامات، والحمد لله على كل حال يعني. عادك لمرة ولا قهال؟ لا الحمد لله ابدا، خارقت نفسك الحمد لله. افضلك يا كابتن. طيب يا كابتن، ايش طموحاتك بنهايه هذا اللقاء؟ طموحاتي لا محدوده فعلا، طموحات رياضيه الى جانب الطموحات الرياضيه، طموحات يعني في مجال التعليم، اكمل دراستي الجامعيه واتوظف يعني مثل اي رياضي في العالم.
فحسن وضعي بشكل عام، حسن وضعي ووضع أسرتي. تدعو الناس لزيارتك في المكان ده، بضاعة البضاعة أصلية ولا كيف خبرك؟ الله يستر يا كابتن. بضاعة مضمونة أكيد وأشياء حلوة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. المكان فين بالضبط؟ المكان صنعاء خلف في شارع القصر خلف الحبيشي للرياضة بجانب العاقل الخياطة.